السلام عليكم، معاكم الباشمهندسة سمر عبد الله. هيتم شرح مادة Features and Applications of Electrical Machines Level 3 Year 2. النهاردة إن شاء الله هيتم شرح Speed Control و DC Motor. جزء الـ Speed Control of DC Motor ده بيغطي لي M2. M2 بتقول لي أو بتحتاج إن أنا Explain the operational features of the speed control system for the DC machine. عشان اتحكم في سرعة الـ DC motor عايز اعرف الـ DC motor دوت اصلا سرعته بتساوي ايه او بتعتمد على ايه. الـ N اللي هي الـ speed بتاعة الـ DC motor بتساوي الـ V ناقص I armature في الـ R armature على الـ K في الـ Phi. قلنا الـ N هي سرعة الـ DC motor، الـ V هو الجهد المسلط على الـ DC motor عشان يشتغل، هو الـ voltage اللي بيشغل الـ DC motor، ناقص الـ I armature هو التيار اللي بيمر في الـ armature winding، في الـ R armature هي المقاومة بتاعة الـ armature winding، على الـ K هو constant ثابت، في الـ Phi هو الماجنتيك فيلد اللي طالع من الـ field winding اللي هي ملفات المجال الموجودة عندي في الموتور اللي هي الستيتور. تمام، اصبح كده ان سرعة الدي سي موتور بتعتمد على ثلاث حاجات رئيسية. الفيو هو الفولتج المسلط على الدي سي موتور اللي هو terminal voltage of armature. تاني حاجة external resistance in armature circuit اللي هي R armature، مقاومة الارميتشر winding. تالت حاجة الفلوكس بير بول الفاي اللي هو الماجنتيك فيلد اللي طالع من الفيلد وايندينج. اصبح كده السبيد كنترول فور دي سي موتور بتعتمد على حاجتين رئيسيين، بتعتمد على الارميتشر كنترول ميثود وبتعتمد على فيلد كنترول ميثود. بتعتمد على طرق التحكم في الارميتشر وطرق التحكم في الفيلد. هنتحكم ازاي في الارميتشر؟ بان انا هتحكم في الفولتج اللي داخل الارميتشر وايندنج وهتحكم في مقاومة الارميتشر وايندنج. هتحكم ازاي في الفيلد؟ انا هتحكم في المجال المغناطيسي اللي طالع من الموتور دوت. دي اشكال فيلد كنترول ميثود للدي سي موتور. عشان اتحكم في المجال المغناطيسي اللي طالع من الدي سي سيريز موتور وصلت هنا مقاومة متغيرة بالتوازي مع الملف بتاع الفيلد وايندنج. طبعا احنا شايفين ان دوت سيريز دي سي موتور عشان الفيلد وايندنج متوصل توالي مع الارميتشر وايندنج، يبقى هو ده كده سيريز دي سي موتور. وصلت ملف الفيلد وايندنج وصلت معاه مقاومة بالتوازي، فما بغير في المقاومة ديت بغير في الفولتج دروب اللي موجود على ملفات الفيلد وايندنج، وبالتالي دوت هيغير لي في سرعة الدي سي موتور، لان هنا الفيلد وايندنج هيطلع مجال مغناطيسي متغير، وما بغير في المجال المغناطيسي قلنا ان انا كده بغير في سرعة الدي سي موتور. كل ما بزود المجال المغناطيسي اللي موجود في الموتور كل ما الموتور دوت سرعته هتزيد. يبقى انا المقاومة المتغيرة ديت هغير فيها الفيلد وايندنج اللي طالع من الموتور فهيغير لي في سرعة الموتور. هنا وصلنا مقاومة متغيرة مع الارميتشر وايندنج، نفس الحكاية المقاومة المتغيرة ديت هتخلي ان سرعة الموتور يتغير عن طريق ان هي هتغير في الجهد اللي رايح للارميتشر وايندنج هيتغير، فدوت هيغير لي في الموتور سرعته. نفس الحكاية هنا عندي هغير في الفيلد وايندنج عن طريق ان انا الملف بتاع الفيلد وايندنج هجيبه ملف يكون سنتر تاب. يعني ايه سنتر تاب؟ يعني في تاب بتغير لي عدد الملفات، بتزود عدد الملفات او بتقلل عدد الملفات. يعني الملف كده عدد الملفات بتاعته مش ثابت، عدد الملفات بتاعته متغيره عن طريق السنتر تاب ديت. كل ما بزود عدد الملفات طبعا هيزود لي المجال المغناطيسي وبالتالي هيزود سرعه الموتور. هنا عندي ملف متوصل بالتوازي مع الملف الاساسي بتاع السيريز فيلد وايندنج، وطبعا دوت برضو هيغير لي في المجال المغناطيسي وبالتالي هيغير في سرعة الموتور. في طريقة تانية بتحكم فيها في سرعة الموتور عن طريق ان احنا هنتحكم في الارميتشر فولتج.
هتحكم في الجهد اللي واصل للارميتشر وايندنج. طب ازاي انا هتحكم في الجهد اللي واصل للارميتشر وايندنج؟ عن طريق طريقه اسمها وورد لينارد سيستم. الوورد لينارد سيستم بستخدم فيها موتور وجنريتور اضافي عشان اتحكم في الموتور بتاعي. الطريقه دي دقيقه جدا وليها مزايا كتير. دوت الموتور بتاعي اللي انا عايزه اتحكم فيه. طبعا الموتور دوت نوعه دي سي موتور. هو دوت الموتور اللي انا عايزه اتحكم في السرعه بتاعته اللي هو ام 2. الملف بتاع الماجنتيك فيلد بتاعه ملف متوصل ب جهد ثابت، هيطلع الملف دوت ماجنتيك فيلد. اما ملف الارميتشر وايندنج بتاعه هو اللي هيكون متوصل بالجنريتور دوت، متوصل بالارميتشر وايندنج بتاع الجنريتور. يبقى انا عندي الجنريتور دوت بيخرج جهد، الجهد دوت هيتوصل بايه؟ بالارميتشر وايندنج بتاع الموتور دوت. طيب الفيلد وايندنج بتاعه الجنريتور دوت متغيره، يعني ايه؟ يعني الجنريتور دوت بيطلع ماجنتيك فيلد متغير. يبقى الماجنتيك فيلد اللي طالع من الجنريتور دوت، الماجنتيك فيلد اللي بيدخل للجنريتور دوت ماجنتيك فيلد متغير، بنوصله مثلا بمصدر جهد متغير عشان يطلع ماجنتيك فيلد متغير، تمام. والجنريتور الارميتشر بتاعه متوصل بالارميتشر وايندنج بتاع الموتور دوت. يبقى عن طريق الجنريتور دوت انا هغذي الموتور بتاعي دوت. طبعا الموتور ده متغذي بجهد ايه؟ جهد دي سي. الجنريتور دوت انا معامله له كوبلينج موصلاه بموتور، عشان طبعا احنا عارفين الجنريتور بيدخل له الحركه، الحركه ديت هتجيله منين؟ موتور. يبقى انا استخدمت موتور عشان يدخل لي حركه للجنريتور دوت، عشان طبعا احنا عارفين ان الجنريتور بيكون محتاج ايه عشان يشتغل؟ محتاج حركه. في وجود مجال مغناطيسي هيخلي الجنريتور دوت يطلع جهد. ادي الحركة جاية للجنريتور، جاية له عن طريق ايه؟ ام واحد. ام واحد دوت موتور بستخدمه عشان ادخل حركة الجنريتور. الموتور دوت ممكن يكون اي سي او ممكن يكون دي سي، مش فارق معايا نوع الموتور دوت ايه. ده موتور مساعد انا بستخدمه بس عشان يحرك لي، يدخل لي حركة للجنريتور دوت عشان الجنريتور ده يشتغل، تمام. يبقى الجنريتور دوت هيدخل له حركة من ام واحد. ام واحد بس فايدته ان هو يدخل لي حركة للجنريتور دوت، تمام. طيب الجنريتور ده اشتغل ودخل له الحركه، محتاج ايه عشان يشتغل الجنريتور ده يخرج جهد؟ محتاج كمان ماجنتيك فيلد عشان يكون فيه حركه. في وجود ماجنتيك فيلد قلنا الماجنتيك فيلد ده متغير، الماجنتيك فيلد بتاع الجنريتور ده متغير، اصبح الفولتج اللي هيكون خارج من الجنريتور ده هو كمان ايه؟ متغير. كل ما بغير الماجنتيك فيلد بتاع الجنريتور كل ما الفولتج اللي هيخرج من الجنريتور هيتغير. يبقى الجنريتور دوت هيخرج لي فولتج متغير، بيتغير على حسب ايه؟ على حسب تغير الماجنتيك فيلد المسلط على الجنريتور دوت. طبعا لما الجهد اللي خارج من الجنريتور يكون متغير هو هيغذي ام 2 الموتور اللي انا عايزه اتحكم فيه. اما بغذيه بجهد متغير كل ما الجهد بيزيد للموتور دوت كل ما السرعه بتاعته بتزيد، كل ما الجهد اللي بيغذي الموتور دوت بيقل كل ما السرعه بتاعته بتقل. هقول كمان كده ببساطه الوورد لينارد سيستم شغال ازاي. الوورد لينارد سيستم شغال عن طريق موتور ايا كان نوعه، مش فارقه بالنسبه لي سواء اي سي او دي سي. الموتور ده بيتغذى من مصدر سورس خارجي. الموتور ده بس فايدته ان هو يدخل لي حركه للجنريتور دوت. الجنريتور دوت الجي دوت اللي هو الجنريتور داخل له حركه من الموتور ام واحد، وداخل له مجال مغناطيسي متغير، فالجنريتور دوت هيطلع جهد متغير. الجهد المتغير دوت هو اللي متوصل بالارميتشر وايندنج بالموتور اللي انا عايزه اتحكم فيه، بالدي سي موتور اللي انا عايزه اتحكم فيه اللي هو ام 2. يبقى ام 2 دي سي موتور انا عايزه اتحكم في السرعه بتاعته، فهوصل له جهد متغير. طب انا هجيب له الجهد المتغير دوت منين؟ من الجنريتور دوت. الجنريتور دوت هو اللي هيخرج لي جهد متغير نتيجه ان الجنريتور دوت الماجنتيك فيلد بتاعه متغير، variable magnetic field، فهيخرج لي جهد متغير. فالجهد المتغير دوت هدخله على ام 2، فام 2 هيخرج لي سرعة متغيرة عشان الجهد اللي بيدخل على الارميتشر وايندنج متغير، فالسرعة بتاعتي هتتغير. طبعا ام 2 الفيلد وايندنج بتاعه ثابت، الماجنتيك فيلد بتاع ام 2 ثابت مش متغير،
احنا هنا شايفين في الطريقة ديت اللي فاتت كنا احنا بنغير في الماجنتيك فيلد عن طريق المقاومة المتغيرة. هنا لا، هنا الماجنتيك فيلد ثابت مش متغير. ايه هو اللي هيتغير في الموتور دوت هيخلي السرعة تتغير؟ اللي هيتغير في الموتور ده ويخلي السرعة تتغير هو الجهد المسلط على الارميتشر وايندنج، هيكون متغير. فاما بيتغير اما بيتغير الجهد دوت هيغير لي سرعة الموتور ام 2، الدي سي موتور ام 2. طبعا الطريقة دي دقيقة، هي بس هكلفني موتور وموتور وجنريتور، بس هي طريقة دقيقة جدا ومن ليها الابليكيشنز بتاعتها. في طريقة كمان عشان اتحكم في الدي سي موتور دوت، دي سي شنط موتور زي ما احنا شايفين كده، ادي الارميتشر وايندنج متوصل شنط مع الفيلد وايندنج، حطينا مقاومة متغيرة مع الارميتشر وايندنج، اهو مقاومة متغيرة توالي مع الارميتشر وايندنج، بغير في المقاومة المتغيرة ديت فهيغير لي طبعا التيار اللي رايح الارميتشر وايندنج، فبالتالي سرعة الموتور ديت هتتغير. يبقى دوت شنط دي سي موتور. اول الطرق دي كانت سيريز عشان السيريز وايندنج متوصلة بالتوالي مع الارميتشر وايندنج، اما هنا شنط دي سي موتور عشان السيريز الشنط وايندنج او الفيلد وايندنج متوصلة توازي مع الارميتشر وايندنج، ووصلت مع الارميتشر وايندنج وصلت معاها مقاومة متغيرة، بغير في المقاومة دي فهيغير لي التيار اللي داخل على الارميتشر وايندنج وبالتالي هيغير سرعة الموتور. يبقى الطريقة دي اسمها ارميتشر ريزيستنس كنترول، عشان انا بحط مقاومة متغيرة مع الارميتشر وايندنج فديت هيغير لي سرعة الموتور. ممكن تكون فيلد ريزيستنس كنترول ان انا احط مقاومة متغيرة هنا مع الفيلد وايندنج بالتوالي مع الفيلد وايندنج، فده هيغير الماجنتيك فيلد وده هيغير برضو سرعة الموتور. بكده احنا خلصنا الجزء بتاع النهاردة السبيد كنترول اوف دي سي موتور، عرفنا ازاي اتحكم طرق التحكم في الدي سي موتور. الجزء دوت طبعا جزء ام، وهيكون في السؤال بتاع الام اضطرابات تانية زي مثلا ان احنا نعرف الادفانتج والديس ادفانتج بتاع كل طريقة من الطرق ديت، نعرف ايه الابليكيشنز بتاعت الطرق ديت، كل طبعا طريقة ليها ابليكيشنز معينة. واحدة مثلا طريقة من الطرق مثلا هي مور ايكونوميكال، واحدة مثلا بتديني سرعة ادق، ان انا اتحكم في السرعة بشكل ادق. ففي على حسب المزايا والعيوب بستخدمها في الابليكيشنز المختلفة. لو في اي اسئلة نبعت على الجروب وانا هجاوب عليكم ان شاء الله. شكرا.